فقرة اسأل حكيم. بفقرة اسأل حكيم رح يكون معنا ضيف عبر الهاتف وهو طبيب، رح نسأله سؤال هيك سريع بموضوع طبي أو بمرض معين وناخذ الإجابة بشكل مختصر من الطبيب وبشكل يعني نقدم فيها معلومة لكل اللي عم بتابعونا. ضيفنا اليوم الدكتور عصام دحابرة وهو مستشار أول لجراحة العظام والمفاصل، رح نحكي عن متلازمة النفق الرسغي. مساء الخير دكتور عصام وأهلا وسهلا فيك. مساء النور وشكرا لاستضافتكم، ومساء وصباح الخير لكل المستمعين. أهلا وسهلا فيك. يعني بدي أبدأ معك دكتور بمتلازمة النفق الرسغي، يعني هو مفهوم ممكن غير معروف للجميع، شو ممكن نعرفه ومن الأشخاص المعرضين بكثرة للإصابة بهذه المتلازمة؟ متلازمة النفق الرسغي من الإصابات الشائعة وخاصة عند النساء. نعم. معروف عند النساء أنهم بيعانوا من خدر بصيب أطراف اليد وخاصة الإبهام والوسطى والسبابة. تشكو المريضة عادة من خدر ونمنمة في أطراف الأصابع خاصة عند الاستيقاظ صباحا. نعم. متلازمة النفق الرسغي هو عبارة عن ضغط على العصب المتوسط اللي بدخل بالنفق، هو عبارة عن عظام الرسغ وفي عليهم غشاء بكونه نفق، مع الأيام بيصير في ضغط على هذا العصب بيؤدي إلى خدر. في بعض 75% من الحالات بيكون ليس لها سبب إلا نعم. نتيجة العمل المتكرر وخاصة عند السيدات. نعم يعني 25% دكتور أتفضلي. نعم أنا بفهم من كلامك أنه قلت أنه أكثر إشي بيصيب السيدات، يعني ممكن نحكي بسبب أعمال المنزل وأنه بيعملوا حركة غلط مثلا ممكن بالإيد، شو السبب الرئيسي لظهور هذه المتلازمة عند السيدات؟ صحيح، زي ما حكيت أنا 75% بيصير عند السيدات نتيجة تكرار العمل اليومي. نعم. وبتواتر متكرر كل يوم. 25% من الإصابات تترافق مع مرض السكري، مع أمراض الغدة الدرقية، مع أمراض الغدة الفوق القضرية اللي فوق الكليتين. نعم. أو عند حدوث كسور في نهاية عظمة الكعبرة. هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على هذا العصب. في بعض الحالات العادية اللي بتصير عند السيدات الحوامل. نعم. نتيجة زيادة الهرمونات بتزيد السوائل داخل النفق مما يؤدي إلى ضغط على العصب المتوسط ويعطينا الأعراض الخدر. تمام، طيب طرق علاجها دكتور، يعني هل في علاج مثلا ممكن يتطور لجراحة لا سمح الله، أو هل ممكن أنه هي تروح وترجع؟ يعني في كثير من الأمراض أو الأعراض بيعانوها السيدات تكون لإجهاد لسبب معين، أو ممكن خلص مجرد ما انصابت فيها المتلازمة السيدة تستمر معها على طول؟ طبعا نتيجة طبيعة الإصابة وطبيعة الأعراض بنقسمها على عدة درجات، خاصة الدرجات البسيطة بسموها مايلد ومودريت وسيفير. عادة مثلا سيدات الحوامل عادة بعد ما يروح تولد السيدة بخف السوائل داخل النفق الرسغي وتتحسن الأعراض. بعض السيدات بنطلب منهم يغيروا طريقة حياتهم اليومية، بنعطيهم مشدات وقد نعطي مواد تغذي العصب ومنسميه المايلينيتد شيت اللي هو الغشاء الخارجي للعصب. في الحالات البسيطة ممكن انها تتراجع الاعراض وتتحسن الحالة. الحالات المتوسطة والحالات الشديدة نلجأ الى تخطيط العصب حتى نقدر مدى شدة تأثير العصب. نعم. نحن لا نستحسن الاصابات الشديدة لانه بيؤدي الى ضمور العصب، وعند حدوث ضمور العصب تضعف حركة الإبهام. حركة الإبهام تقدر بحوالي 75% من وظيفة اليد، لذلك ما بدنا إحنا نخسر جزء كبير من وظيفة اليد نتيجة تعطل وضعف العضلات التي تتغذى من العصب المتوسط. لذلك نلجأ إلى العمليات الجراحية. العمليات الجراحية تقسم إلى قسمين، عمليات جراحية نتيجة بنسميهم الفتح الجراحي المفتوح، عبارة عن جرح بمقدار 3 سنتي يتحرر العصب ونزيل الغشاء الضاغط على العصب. حديثا نلجأ إلى ما يسمى العلاج الجراحي بواسطة التنظير، عبارة عن جرح لا يتعدى النص سنتي في منطقة الرسغ، وذلك نحرر العصب ويستطيع المريض أو السيدة ممارسة حياتها بعد يوم من إجراء العملية، وهي نتيجة التقنيات الحديثة في تحرير العصب المتوسط في متلازمة النفق الرسغي.
نعم، يعني الموضوع ممكن يتطور لا سمح الله وانه يوصل لجراحة وظروف جدا صعبة دكتور، لكن انا حابة قبل ما نختم لقائنا معك توجه نصيحة لكل السيدات اللي بيتابعونا، شو هي الاحتياطات اللي لازم يتبعوها كنصائح سواء باعمالهم المنزلية باي جهد بيقوموا فيه لحتى نتجنب انه احنا نوصل لهذه المتلازمة؟ صحيح، دائما الوقاية اهم من العلاج. نعم، فلذلك عادة سيدات الحوامل يلجأ إلى وضع جبيرة حتى يخفف الأعراض أثناء فترة الحمل، وإذا كان متلازمة النفق الرصي اللي هو ضغط على العصب المتوسط نتيجة بعض الأمراض كالسكري، يجب معالجة السكري بشكل كامل عند الطبيب الباطني حتى نحافظ على مستوى السكر بوضع الطبيعي ومعالجته. بعد ما نلجأ إلى معالجة الأسباب إذا كانت سكري أو غدة درقية أو إلى وجود كسور، ننصح السيدات بعدم تكرار الحالات الضغط على العصب نتيجة الحركات المتواترة يوميا، مثل مثلا عصرة ليمونة، فتحة مرطبان بشكل قاسي، قزازة المي بشكل كبير. عدم التواتر هذا يؤدي إلى تخفيف الأعراض وعدم الوصول إلى الحالات المتقدمة التي تستدعي الإجراء الجراحي. نعم دكتور عصام دحابرة، مستشار أول جراحة العظام والمفاصل، أنا بدي أشكرك جدا لوجودك معنا لليوم، كل الشكر. شكرا. وتقنية التنظير صارت متوافرة في الأردن، نعم، وممكن إجراءها خلال عمليات يومية، والمريضة يغادر المستشفى بعد ساعة من إجراء العملية. نعم، بجرح بسيط جدا ويمكن ممارسة العمل، وهذا الوظيفة تحتاج أنه يعود الإنسان إلى العمل بفترة زمنية بسيطة جدا. نعم، يعني هاي رسالة تطمينية بتخيل منك لكل الأشخاص اللي بيعانوا من هذه المتلازمة وبالأخص صحيح. السيدات، إجراء بسيط ما له أي مضاعفات خطيرة. المضاعفات الحمد نتمنى لله. السلامة دائما للجميع، وبدي أرجع أشكرك مرة تانية دكتور عصام. شكرا لكم ولمحطتكم ولجميع المستمعين. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.